تعطيهم الامل في اي ظرف في الحياه ديال الانسان. ولا شفتوا الهندسه البيداغوجيه، الهندسه البيداغوجيه اللي كتيسر جامعي هذه السنة متميز بالإصلاح، إصلاح من أجل التمييز، من أجل إدماج خريجي الكليات العمومية، وإصلاح من أجل تقوية مهارات الطلبة ديالنا. وصراحة مستجدات مهمة فيما يخص الخصوص الإجازة والهيكلة البيداغوجية للإجازة. ونستضيف اليوم السيد الوزير مشكورا للاطلاع على كل ما تقوم به جامعة محمد الخامس من أجل استقبال الطلبة الجدد. تعازينا لجلالة الملك الله ينصرو والشعب المغربي، وكتعرفوا بأن الظروف اليوم هي ظروف صعيبة، والدخول الجامعي هو دخول استثنائي في الظرفية هذه، ولكن دخول استثنائي ايضا لان عندنا التطبيق ديال الاصلاح الجامعي المشهود اللي حنا خدمنا عليه منذ سنتين، اللي درنا فيه لقاءات جهويه، لقاءات يعني حتى مع مغاربه العالم. واليوم دخلنا في التطبيق ديال هذا النموذج الجديد اللي كتعرفوا بان فيه هندسه بيداغوجيه جديده، وفيه كذلك الادخال ديال هاد المهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه اللي كنعرفوا اليوم الاهميه ديالها. حنا كنشوفوا اليوم كيفاش الشباب ديالنا في جميع الجامعات المغربيه كيفاش ضامنوا وكيفاش طبقوا هذه الكلمه اللي ربما حنا كنقولوا عليها تمغربيت، اللي ولات اليوم اللي عطينا الدرس للعالم. وكذلك فيها التدريس ديال اللغات اللي ولات الزاميه، وهاد الإجازة لإجازة من الجيل الجديد هي اللي غادي تخلينا ماشي نعطيو غير الدبلوم، غادي نعطيو الدبلوم وهاد الكفاءات الأفقية اللي هي التمكين ديال الإنسان. بغيت نشكر جامعة محمد الخامس لأن أولا خرطات في هاد التحول الكبير، أساتذة الجامعيين والإداريين والتقنيين والرئاسة والعمداء، لأن هذه هي في الحقيقة كاينين دول أخرى اللي كيشوفوا فينا كيقولوا ثورة جامعية، لأن غيرنا البرامج، دخلنا يعني واحد الأساليب جديدة فيها الرقمنة، فيها الحركية ديال الطلاب، وفيها بالخصوص هذه المهارات الذاتية والكفاءات الأفقية، الأنشطة الموازية اللي غادي تدخل في المسار ديال الطلبة، وغادي يكون عندهم سوبليمون ديال الدبلوم ديال هاد المهارات. وربما هاد لي كريدي او سي تي اس اللي غادي يربحوا يقدروا يعاونوهم في المسار ديالهم. والجديد الكبير عاوتاني هو هاد المراكز ديال التمييز اللي عنده واحد الاقبال كبير، اللي كتسمح للطالبات والطلبه من بعد عامين من بعد الدرك باش يدخلوا في هذا المسار. وهذا المسار هو ديال 3 سنين، ماشي ديال الاجازه، فيه الاجازه العام الاول وفيه الماستر. دونك اللي دخل في هذا المسار كيدخل 3 سنين، والبرامج البيداغوجيه هي مفكره ومحطوطه على 3 سنين. دونك هذا هو اللي كاين اليوم. عندنا تقريبا 66,000 على الصعيد الوطني على هذه المراكز ديال التمييز، 18,000 المقعد اللي ان شاء الله السنه المقبله غادي نوسعوا هاد التجربة. وهاد التحول الكبير هو تحول اللي راكم شفتوه، بان تحول في النظام الاساسي ديال الاساتذه، في هاد المراسيم اللي بدلنا، اللي كتسمح لنا باش نديروا الحركيه، باش نديروا الرقمنه تكون داخله. وفي هاد التحول الكبير دخلنا بعض المواد اللي كتخدم على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنه ككل، اللي تنسميوها لي ديجيتال سكيلز، اللي حتى هي غادي تدخل في المسار البيداغوجي واللي الزامي. اللغات، المهارات ولي ديجيتال سكيلز غادي يوليو الزاميين. هذا هو التحول اللي غادي يكون ان شاء الله، اللي غادي ياخذ هذه التجربه ديالو العام الاول، ولكن اللي غادي ياخذ سنين باش نحولوا. حنا اخترنا باش نعالجوا التحديات والمشاكل اللي كاينه في الاستقطاب المفتوح، لانه هو فين عندنا الراسمال البشري الكبير، اللي عندنا 85% ديال الشباب ديالنا اللي كاين في هذا الاستقطاب المفتوح. هذه السنه المقبله ندوزوا هذه المرحله هذه، والسنه المقبله غادي نحاولوا نطوروا
الاستقطاب محدود باش حتى هو ندخلوا فيه بعض التعديلات اللي غادي تخلي راس المال البشري المغربي يكون قادر باش يتحدى التوجهات، وبالخصوص يكون ممكن